هذه هي آخر سيارة من سلسلة إكس الاختبارية اللي طرحتها جينيسيس. من الأمام شكل السيارة مع الإنارة الأمامية المتصلة يعطيك شعور السيارة جاية من المستقبل، أما عن الانسيابية في السيارة انسيابيتها مدروسة صح وراح تكون ممتازة جدا. من الخلف تعودنا على تصميم الإنارة الخلفية بتصميم سيارات جينيسيس الأربع أشرط مع جناح خلفي صغير. وللحين ما تم الكشف عن أي معلومات تخص هذه السيارة من سلسلة إكس، إن شاء الله راح أخبركم عن المعلومات لما تطرحها الشركة.